كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السيد خالد رياض من المغرب يتقدم للسلام على جلالة الملك وتسلم جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد. خالد بن عبد السلام محمد رياض من مملكة المغرب. السلام عليكم، معكم خالد رياض من مدينة سلا، 25 سنة، طالب في الجامعة شعبة الدراسات الإسلامية وقيم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بالنسبة للبداية ديالي كانت في دار القرآن في مدينة سلا عند الشيخ محمد السحابي، وتماك بديت على سن ثامنة. الحمد لله ختمت القرآن في سن 16 سنة بالمواكبة مع الدراسة النظامية. بالنسبة للمسابقات اللي كنشارك فيهم ديال الجويد، فكانت البدايات في المسابقات المحلية اللي كانت كتنظمها بعض الجمعيات. من بعد انتقلت من المسابقات المحلية للمسابقات الوطنية وحصلت على جائزة ديال محمد السادس الوطنية، وكانت شاركت كذلك في مسابقة ديال القناة الثانية. من بعد أرشحتني وزارة الأوقاف باش نشارك في المسابقات الدولية اللي كان مثل فيها المغرب خارج الوطن، وكانت أولها مسابقة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، من بعد منها جائزة الكويت، ومن بعد منها جائزة القارئ العالمي، ومؤخرا الحمد لله حصلت على الجائزة ديال محمد السادس الدولية اللي كانت شاركت فيها أكثر من 40 دولة. الحمد لله حصلت فيها على المركز الأول. يعني بالنسبة للتتويج اللي تشرفت به يعني من طرف جلالة الملك، فهو كان صراحة يعني فخر كبير لي أنني نحظى باستقبال ديالو، وهذا كان حلم الحمد لله والله تعالى حققه. وهذا يعني العناية هذه هي يعني معروفة يعني ومتداولة عن جلالة الملك، فهو يعني يعنى يعني ويرعى حملة القرآن وحفظ القرآن. صلى الله تعالى أن يبارك فيه ويحفظه. بالنسبة للمنشورات اللي كنشر، فأعتقد أنها منشورات عادية كأي واحد، يعني بصفتي أنني مقرئ القرآن ما كيمنعنيش أنني يعني نسافر أو أنني نلبس لباس معين، ماشي ضروري واحد اللباس اللي تعرف عند الناس اللي هو جلابة. أنا كان الحمد لله كنلبس كل شيء وكان عيش حياتي كشاب عادي الحمد لله، اللهم لك الحمد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا ما كيسقطش عليا انني يعني نتشارك صوري او نتشارك فيديوهات ديالي ولا رحلاتي ولا اي حاجه اللي كان عيشها في حدود. وبالنسبه للمشاركات يعني بعض كتلقى بعض التعاليق اللي كتأيد وبعض التعاليق اللي صراحه يعني كتكون خارج على الموضوع. واش نقول لك، بالنسبه لي ملي كتكون صفحه عامه كيصعب انك تحكم في كثرة التعاليق فهمتي يعني في الأول، يعني ملي كيكون تعليق جوج راه كتقدر تحكم فيهم، ملي كتكون شي حاجة خايبة كتحيدها، شي أمور اللي ما كتروقش. يعني أنا لأن كيف قلت لك ملي كتكون واحد الحاجة اللي كيدخل ليها العموم الناس راه صعيب أنك تحكم فيها، لهذا كيبقى كل واحد وكيعبر على مستوى وكيعبر على كلمتي القراء يعني الناشئين واللي بغاو ياخذوا هذا المسار هذا، انهم اولا يعتنيوا بكتاب الله تعالى اللي هو الاساس، ويحفظوا حفظ متقن، ويعني والمواكبه مع الحفظ يكون يعني الاهتمام بالقراء وبالاصوات، ويتصنتوا القراء يعني بزاف ويحاولوا يقلدوهم في الاول، وتكون عندهم واحد المدرسه اللي اعتمدوها في البدايات ديالهم، ومن من بعدين حتى يضبطوها عاد يكون عندهم واحد التنوع في القراء من بعد، حتى باش ما يبقاش لهم واحد الخلط. لان بعض القراء اللي كيمشيو لشي قراء اللي مثلا ما يصلحوش لهم كبدايه، فهمتي يعني كتكون عندهم زخارف بزاف ونغمات كثيره، فصعيب ان واحد مبتدئ يبدا بهم. فيتوجهوا القراء يعني اللي قريتهم كتكون سامبل وكتكون قريتهم عاديه، فيهم عندهم الضبط، كيعتنوا بالضبط اكثر. من بعد عاوتاني من كثرة الاستماع وكثرة الممارسة كتخلي الإنسان يخرج بواحد المدرسة ديالو بواحد الأسلوب ديالو خاص. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.